السلام عليكم. عليكم السلام. شني كاسم لهنايا؟ كنشوط. كتشوط الريوس؟ اه. شحال عام من الراس؟ كل راس وكيفاش. شحال وسين كتشوط هنايا؟ عامين. عامين وسين كتشوط؟ كدي شي مصيرف ولا والو؟ كندي. بعد الحمد لله كما كتشوف حنايا هنايا مع العادات والتقاليد ديالنا اننا كنشوطوا الريوس وبلا هادشي هذا يعني ما كدوزناش النهار ما يمكنلكش تدوز النهار كتجي كتجبر الدراري هنايا كتسمي واحد لومبيونس مع الدراري كتعاونوا مع بعضياتنا كنواد تشخطنوا المهم كندوزوا النهار ديالنا وصافي يعني الحلاوه ديال العليا تشخطينا وتشوط صافي شوط الراس طلع مدقدق تعاون مع الدرويش كدا هادي اللي عنده اللي ما عنده شي صافي كنخلقوا واحد الجو مع بعضياتنا وكنمشيو مرتاحين للدار كدوز نهار العيد مدخ صافي مدخ مدقدق كتمشي للدار عرفتي مسي يعني ما كرهناش نزيدو نشوفو نعيشو هادشي هذا هو اصلا بدا كينقرض يعني بشكل بلا قرص بلا والو سينا كتشوف يعني حنا كنشوفو راسنا هادشي هذا ماشي وكيتراجع يعني ثم كتحاولوا ان ما تخليوش هادشي هذا ينقرض نعيشو هادشي هذا كنخلقوه من جديد باش نخلقو هاد الاجواء هذا كتجبر مثلا الناس ضعافين مساكن في الدار ما عندوش كل يشوط له الراس كتجيبو ما كتقول له لا خلصني ولا فهمتي كتجيبو كتعمل هاد البليزير هذا كتشوط الراس وكتسطي الناس ديالك شكرا بزاف اخي علي عشر مبروك تعيط الصحه ونا الله يجازيك بخير حكيم قاطو حكيم هادي ورا هنايا ورا هنايا يا خاخم خاخم سكين شهر الود حال ودايما كنشوطو الا ما شوطتيش ما كتحسي بالعيد وديك الاجواء وكنفرحوا مع بعضياتنا وكذا غير الضحك والنشاط كنجمعوا شي بركه هيدات سينا كاسعره كاينه شي بركه ولا والو كاين فيه الخير وبركه سينا كاسعره اخي ايوب الحلال وكذا دا الحلال دائما فيه بركه اخي ايوب الاجواء كيفاش هنايا تشوط الريوس وكذا شي حاجه ما تخايرش في خطات شاربين ديبا اجواء واعره فعاوت الناس يمشيو للسوق برا حنا كنقربوا لهم هذا الشيء شحال هادي ما كانش هذا الشيء كانوا كيمشيو للسوق برا دابا حنا كنقربوا لهم هذا منا كنديو بركه هما كيتعاملوا حنا كنتعاملوا والله ينصر سيدنا والعواش مبروكه وشكرا علينا عليك الله يعزك عواش مبروكه تعيدوا بالصحه ولهنا عيد مبارك سعيد تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.